كان في عك شوية طبعا في الأول لحد ما ابتديت أتدرب شوية من ماما تقولي حطي كذا، بتبقى معايا على التليفون تقولي حطي كذا على كذا اعملي كذا. بره خضرة وربع كيلو طماطم خضرة حمرا أي لون أنت عايزينه أي لون. في ذكريات في حياتنا مستحيل نقدر ننساها، خاصة ذكريات سنة أولى مطبخ. في ذكريات منها مؤلمة وذكريات منها سعيدة. تعالوا مع بعض نشوف الناس فاكرين أول طبخة بعد الجواز ولا لأ، وكانت عاملة إزاي. يلا بينا. والله وأنا متجوز من زمان قوي يعني، بس اول طبخه كانت تقريبا رز وبطاطس وفراخ محشي بتنجان وسبانخ محشي وفراخ. انا ما باكلش اللحمه خالص. كانت جميله. مكرونه بشاميل وفراخ بانيه. متعلمة اصلا، فاهمه كلها بتعمل ايه هي اصلا. يا متعلمه بتاعت المدارس اصل هي بوظت كتير، فانا مش فاكر ايه بالظبط بصراحه. سلقت بطة وسبتها لحد ما استوت قوي فتحرت، طلعت العظم كده خلاص، اللحمة نازلة منه خالص صايص. في الآخر معرفتش أعمل بقى فيها إيه، طفيتها من الشوربة وقليتها في بيض وبقسماط. مش هرميها يعني. هي دي الفرخة، هي دي كلها. يمهي ولا يهمل. الرز بقى ده كانت عمله صعبة جدا، أوقات يطلع حته واحده واوقات يطلع حادق جدا واوقات يطلع مش مستوي، يعني خدت وقت عبال ما اتعلمت صراحه. كفايه بقى. كانت عامله كيكه، صينيه كيكه، فانا بحبها. سرحت عنها شويه، الدنيا باظت ونص فوق ونص تحت وعالي وواطي لا مفيش اسفنجيه. استاذه بقول لك فوق مزلقان مش كيكه. اسمع انت تروح لامك. الرز ان ما اظبطش الميه بتاعته ويطلع رز معجن. بيقول لي جميل يا حبيبتي زي العسل، وبياكله غصب عنه. حلوه. بشاميل على طول بتبوظ منها، تتحرق من الوش كده، دايما بناكلها محروقه. مره بتعمل جمبري فحطت الملح مرتين فما اتاكلش بصراحه. دي المره الوحيده اللي فاكرها كانت صعبه يعني، وخاصه ان انا كنت عازم ناس ساعتها. كان نفسي اعزم اصحابي مش ياكلوا يتفرجوا بس. زي ما شفنا ذكريات الناس في المطبخ، انتوا كمان قولوا لنا في الكومنت ذكرياتكم كانت ايه في سنه اولى مطبخ. اشوفكم في موضوع جديد وتقرير جديد مع ماهي مختار على صدى البلد.